واحد بيقول ذكرتم قداستكم في المحاضرة السابقة انه لا يوجد كهنوت في السماء ماذا عن الاربعة وعشرين قسيس. هم اربعة وعشرين قسيس لكن لا يمارسون عملا كهنوتيا في السماء. يعني الاعمال الكهنوتية من ناحية ممارسة الاسرار المقدسة ما فيش السماء. في السماء لا في معمودية ولا في ميرون ولا في سر زواج ولا في رسامة كهنة ولا في سر فارسية. فهم 24 قسيس اما من حيث وضعهم في العالم قبل ان يذهبوا الى السماء او من حيث وضعهم في السماء ولكن ليس للقيام بالعمل الكهنوتي في خدمة احد او في قيادة احد للتوبة لان ما فيش قيادة للتوبة في السماء.